كما تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة وأولياء العهود. عبر سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لهم بهذه المناسبة المباركة، مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والهناء وعلى بلدانهم وشعوبهم باليمن والخير والمسرات.